السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم بنا وحصتكم كوشا. اليوم كما عودناكم راكم في كوشا، راح نحضركم اليوم بريوش مالح، واللي هما كما نعرفوا هنا البريوش يجي حلو. ممكن مع عدد قادمه ان شاء الله راح نديروا ان شاء الله بريوش حلو. اليوم راح ندير لكم بريوش مالح اللي هو يكون بريوش يعني محشي.
جوست برش العجينه تاعي تكون طريه بزاف، وياكو تكون ما تكون طريه مليح، كل ما تعطينا نتيجه مليحه وتخمر لنا بالخف.
ونحكمو الفروماج تاعنا هنايا ونزيدو نفرغو هنايا الفروماج تاعنا نحيو هادي نحطوها هنا دوكا نحكمو الخبزة تاعنا نغلقوها بالكوتي هذا ونحكمو كما قلنا من قبيل البيض هذاك نحكمو ندهنو كاع هاد الكوتي من هنا هكذا بالبيض ونعاودو نقلبوها هاد الشكل هنايا وهنايا نغلقوها أنا لازم تغلق كما راكم تشوفو هنايا هنايا لازم نغلقوها بيان كوم يفو هكذا باش ما يخرجناش الحشو هذاك اللي راهو لداخل يعني حنا دوكا حنايا رانا قلبناها واش نديرو دوكا نرفدوها ونحطوها مباشرة في المول تاعنا كيما راكم تشوفو دوكا هنايا خبزة راهي واجدة نروحو للدوزيام نحضروها مع بعضنا نمسحو هنايا هنايا نحضروا الدوزيام هادي للناس اللي ما حضروش من قبل ما شافوش الطريقه نعاودو لهم وحده هكذا قلنا نحلوا العجينه تاعنا على شكل مستطيل هكذا توجور لازم ما نديروش جهه خشينه على جهه باش ما طيبناش جهه وجهه ما طيبش باش ما تجيش معجنه الخبزه تاعنا هكذا ونعاودو نفس الطريقه اللي درناها من الاول قلنا نحكمو الفيونداشي تاعنا توجور كيما شتوني درت الوسط انايا علاش باش ما يسيحليش تما باش كنقلب العجينه تاعي باش ما راحش تسيح منه ومن ومن بعد تحكم روحها مع الجهه الاخرى هكذا يعني قلنا عمليه سهله و لي زانغريديون تاعها ساهلين ومتوفرين نقدروا نحضروهم قلنا ماشي شرط تحضروا كاع هذا الحشو هذا والحشو اللي حبيتو نتوما ديروه تقدروا تحشيوها غير بالفرماج ولا تحشيوها غير بالزيتون لوحدهم هنايا نديروا الزيتون تاعنا اللي هو السلق تمام نحيو هذه منا نديرو هنا ونبداو نحطو لو باتي دو فولاي تاعنا ولا اي نوع تاع لو باتي اللي تحبوه نتوما هكذا قلنا نديرو الفروماج تاعنا هكذا نفرشوه مليح من الفوق حتى نكملو الكمية هذه اللي عندنا نحيو هادو منا باش يبان لكم كما شفتو دوكا حنايا واش غنديرو كما قلنا من قبيله نحكمو ندهنو هاد الكوتي من النار هكذا وهاد الجهه من النار راح نغلقو عليها من النار باش ما تسيحلناش ونقلبوها جوست على اختها من النار من الفوق هكذا ونجيبوها جهتنا هكذا من النار ونخدمو بعقلنا هكذا نغلقو على الكوتي من النار باش ما يسيحلناش الحشو اللي قلنا عليه هكذا نحكموا الخبزه تاعنا نروح نحطوها مباشره قلنا في سنيوه اللي مدهونه بالزيت وبلا ما ننساو نكملوا دوكا ندهنوا البريوش تاعنا من الفوق هكذا هكذا ندهنوه هكذا من الفوق بها يعني الخبز هذا راح ما راحش تندموا عليه يعني كي تجربوه ما راحش تندموا عليه بنين بزاف وما يكلف قلنا وبنين وسهل يعني خدمته وسهله هاي ليك هنايا كما راكم شفتوا دوكا الخبز تاعنا هو حاضر قدامكم احنا واش راح نديروا راح نخلوه يعاود يخمر لنا حوالي 15 دقيقه اون فوا كي يخمرنا 15 دقيقه ندخلوه مباشره للفرن يعني درجه الحراره تكون 180
حوالي قلنا 25 حتى 30 دقيقه. وشنو كيما نقولوا نعسوه بيان سور، كاين اللي عنده الفور تاعو يكون قاوي ولا حاجه، ولا كنا شحلنا الفور من قبل كان سخون بزاف لازم نعسوه باش ما يتحرقناش بيان سور، وما يطلبش يعني طياب بزاف. ونقول لكم نروحوا دوكا فاصل ونتلاقاو ونشوفوا الخبز تاعنا حاضر قدامكم. كما راكم تشوفوا رانا ولينا النهار اليوم للشيء اللي حضرناه راه جاي قدامكم، اللي هو قلنا البريوش المحشي، يعني بريوش مالح كما راكم تشوفوا انا حضرناه وقطعناه على هذا الشكل. انتم كي تحبوا تقطعوه نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في موعد.